السياسة الفلسطينية متناقضة وغير واضحة بتاتا، لذلك عبر هذا الجدار في رام الله سوف نحاول فهم هذه السياسة والانغماس أكثر بما يدور في السياسة الفلسطينية. لذلك زرنا البرلمان الفلسطيني في رام الله وتحدثنا إلى الطرفين الذين يشكلون الحكومة الجديدة، المعارضة وبالأخص من فتح، والمؤيدون وهم أعضاء حركة حماس. حاولت أن أفهم سياسة حماس في الفترة الأخيرة بس كان صعب علي أفهمها لأن في عندها تأرجح رهيب، مرة بتكون أكثر معتدلة للدولة الإسرائيلية، مرة حماس تتأزح بالفعل، يعني تتحدث تحاول أن تعطي انطباع بأنها معتدلة، بأنها واقعية، بأنها تتعامل بمرونة وليونة مع الأمور. ندرك بأن حماس حتى الآن من ناحية تمتلك شعور بالغبطة بأنها وصلت وتستطيع أن تفعل يعني الأعاجيز، ولكن من ناحية تانية لم تدرك حتى الآن يعني أصول العمل المهني الدقيق، فهي معتادة على أن تكون معارضة، ولكن الآن ستصبح في السلطة وعليها أن تأخذ خطوات عملية وملموسة. قضية هي ليست قضية تصريحات متناقضة أو تصريحات تطمينية، وإنما هي قضية نهج وطريقة عمل. حتى أعضاء حماس يدركون روعة هذه السياسة المتأرجحة، لذلك يحاولون إظهار الثبات والاعتدال. أنا أقول يكفي في الاحتلال تصعيد ومن مناطحة ومراغمة، وإن شاء الله سننجح إن شاء الله من خلال التفاعل بين القوى سننجح إلى ضبط هذه الحالة. يعني لكل حادث حديث، ونحن لسنا طبعة واحدة كربون واحد لا أبدا، نحن نمثل شارع واسع ومن ثم نحترم الرأي والرأي الآخر. إن كانت سياسة الظهار حادثة، لكن رئيس وزراء هو رئيس للشعب الفلسطيني ومن ثم هو يمثل دائما وأبدا، ونحن جميعا نمثل الاعتدال ولا نعرف التطرف. التطرف هذا اسم أطلق ظلما علينا. معركة الائتلافات الإسرائيلية تعني الكثير لمنطقة الشرق الأوسط، أما للسلطة الفلسطينية فالقضية تختلف بالمرة. شوف، الشعب الفلسطيني غير معني كثيرا بالائتلافات لأنه يدرك أنه هناك يعني عقلية احتلالية أحادية تفرض أمر واقع، بعض منها بسرعة أكثر وأسوأ من الآخر، ولكن الأساس الفكر الصهيوني الآن وفي السياسة السائدة في إسرائيل إقصاء الجانب الفلسطيني، التعامل معه بفوقية وباستعلاء ومنطلق القوة وبممارسة الأحادية وفرض أمر واقع، خاصة الكتل الاستيطانية القدس يدركون بأن كديمة هي ليست حزب السلام وإنما هي حزب شارون لفرض أمر واقع ولفرض حدود الدولتين من منطلق إسرائيلي. لا نرى رؤية برنامجا سياسيا داخل إسرائيل حتى مع حزب العمل، لا نرى معسكر سلام حقيقي، لا نرى استعدادا فلسطينيا لدى الحكومة الحالية. هو شأن يخصهم هم أولا، لكن نحن نتابع انتخاباتهم ثم نتابع تشكيلة حكومتهم. هم جميعا كقوى سياسية في إسرائيل في دولة الاحتلال وجه قبيح لعنة الاحتلال، وجه قبيح، وأي حكومة تأتي على أجندتها هي محاربة الشعب الفلسطيني ومن ثم حتى لو كان ائتلاف يساري. اليسار هم من بنى دولة إسرائيل، واليسار هم من بنى المستوطنات. حزب العمل حزب يساري وهو من بنى دولة إسرائيل ومن ثم من أول من بنى المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة. الحكومة الإسرائيلية القادمة ستكون حكومة ائتلاف من مجموعة أحزاب يمينية متطرفة، وستكون برامجها متناقضة متنافرة، وبالتالي ستكون حكومة مقيدة حكومة ضعيفة. القضية التي تشغل حماس والشعب الفلسطيني هي التفاوض مع إسرائيل والاعتراف بها. قلت من قبل هذا على هذا السؤال، المنظمة فاوضت إسرائيل طويلا وما رشح عن هذه المفاوضات شيء. هل يريدون منا مفاوضات عقيمة؟ نحن نقول يرحل الاحتلال أولا ومن ثم لكل حادث حديث. أولا، موضوع التفاوض، تجربتنا التفاوضية كانت تجربة مريرة وسيئة وغير مجدية، وبالتالي لا يمكن أن نعيد هذه التجربة التي لم تكن ناجحة أو التجربة الفاشلة من جديد. وهذا لا يعني أن نسقط خيار التفاوض من على أجندتنا. خيار التفاوض، كل حركة تحررية لا تستطيع أن تسقط هذا الخيار.
حماس لم تنفذ منذ انتخابها بطريقة ديمقراطية بحتة عمليات كبيرة في إسرائيل، لكن صواريخ القسام تسقط بغزارة على المناطق الإسرائيلية. على صعيد صواريخ القسام في حركات مقاومة على الشارع الفلسطيني غير حركة مقاومة إسلامية حماس، ونحن حتى الآن نقول ونجسد هذا الواقع أن يد تبني ويد تقوم بهذا الخيار دخلنا إلى المجلس التشريعي، لكن لا يعني التهدئة من جانب واحد من جانب نحن فقط، إنما صعيد تتحمل مسؤولية أي تصعيد في الشارع الفلسطيني أو على صعيد القضية الفلسطينية. نحن عندنا قوة الضبط، لكن إسرائيل لا تملك، لأنها لا تريد سلاما ولا تريد شريكا حتى في السلام. من هنا من المجلس التشريعي الفلسطيني، المعارك السياسية ما زالت قائمة في حكومة حماس بعد الفوضى التي نراها في المناطق الفلسطينية. حماس تريد حلا لهذه الفوضى. من المجلس التشريعي الفلسطيني من رام الله، فراس حامد من إنفولايف تي في.